ينضم إلينا الآن من نيويورك مراسلنا أنس الصبار. أنس أهلا بك معنا، دعنا نتابع معك بداية الأجواء المصاحبة لانطلاق أعمال هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الملفات المطروحة والاجتماعات المتوقعة. بالفعل على الأرض هنا في الشارع السلطات الأمنية في مدينة نيويورك وحتى أفراد الخدمة السرية فرضوا طوقا أمنيا حول مبنى الأمم المتحدة، ووفود تصل في كل أنحاء المدينة حسب مقرات البعثات، هذا على الأرض. أما في الداخل وما يدور على الساحة الدبلوماسية فقد التقى الرئيس جو بايدن بالأمس الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد كان على القيم ذاتها وكيف أن الرئيس جو بايدن قال وأكد للأمين العام بأن الولايات المتحدة تحمل القيم ذاتها التي تؤمن بها الأمم المتحدة، وهو مستعد للعمل مع الأمم المتحدة لتقديم أقصى ما بوسعه. هذا الخطاب الأمريكي ربما يختلف عن سابقه وحتى عن العام الماضي عندما فرض فيروس كورونا منعا على حضور القادة إلى مدينة نيويورك وعقد هذا الاجتماع بشكل افتراضي. إضافة إلى ذلك بعد ساعتين ونصف من المتوقع أن تنطلق هذه الكلمات والاجتماعات، تبدأ بكلمة للرئيس البرازيلي وبعد ذلك يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن وبعد ذلك يستمر رؤساء آخرون على مدار أيام. الأمريكيون يريدون من هذه القمة ومن هذه الاجتماعات حلحلة بعض الملفات الخارجية التي يواجهون صعوبة فيها، وإن قالوا إن التركيز الأكبر سيذهب لصالح فيروس كورونا ولصالح متابعة تبعات ما حدث في أفغانستان، فإن وزير الخارجية على سبيل المثال أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعات مهمة مع نظرائه، وقد عقد بالفعل اجتماعا بالأمس مع نظيرته البريطانية، وكذلك الحال بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يحاول أن يرمم وفق ما تقول الصحافة الأمريكية سياسته الخارجية. شكرا لك مراسلنا أنس الصبار كان معنا من نيويورك.